في الوقت الذي يحاول العالم برمته وبشكل خاص في مناطق الشرق الأوسط وسوريا، منها أشد خاصية تقليب منطقة الحوار والعقلانية واقتراح الحلول والتهيئة لعالم مسالم وآمن ومستقر، نجد بأن تهديدات الرئيس التركي في غزو جديد لشمال وشرق سوريا تأتي عكس كل ذلك وتزيد الأمور تعقيدا وصعوبة. نؤكد نحن المجتمعين هنا من أعيان ووجهاء وشيوخ عشائر وفعاليات مجتمعية من جميع مشاربنا في الشمال السوري، كردا وعربا وسريانا آشورا مسلمين ومسيحيين ويزيديين وغيرهم من المكونات المجتمعية التي تعيش سوية منذ آلاف السنين، بأن التهديد التركي يستهدف كل سوريا وكل ذرة تراب سورية، ويبقى ألا تنتهي أزمتنا ويعرض سلمنا وأمننا المجتمعي ومقدراتنا للخطر وللحرب. كما أننا ندرك بأن ما تسميه أنقرة ورئيسها بالمناطق الآمنة فإنها غير الآمنة والخطرة على وجود العرب قبل الكرد والسريان قبل الأيزيديين، وإن الخطوة الثانية بعد تهجير شعبنا وتوطين غيرهم من المتشددين من كافة مناطق العالم سوف تكون لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وأراضي العراق والمنطقة برمتها. فالغاية الأساسية التستر على القوة الإرهابية وتوظيفهم لأجندة تركية العثمانية الجديدة التي ستخلق شرخاً عميقاً في المجتمع ودماءً وجروحاً لا يمكن أن تندمل. كما أن هذه الخطوة تعد تهديداً لقوات قصد الرمز العالمي لدحر الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضد القوة العالمية التي حاربت الإرهاب. وفي الوقت الذي نؤكد بأن خطوة احتلال تركية واحدة تجاه مناطقنا يعني بأن دعماً وضوءاً آخر روسياً أو أمريكياً أو كلاهما معاً قد منح لأنقرة، فإنه يعني نسفاً كامل لقرار الأممي 2254 وانهياراً كامل للعملية السياسية السورية إن لم نقل للوجود السوري برمته. ندعو العالم وقوى السلام العالمي وعموم قوى الديمقراطية، كما ندعو قبل أي جهة شعبنا الكريم ومن مختلف مكوناته المجتمعية للتكاتف وتشكيل سدا منيعا ضد أي متربصا بوحدتنا وخيراتنا ووجودنا. ونؤكد بأن أفشال كل المطامع مرهون بإرادتنا الحرة والمسؤولة وفهمنا العميق بأن قوتنا وبقاؤنا في تنوعنا وتعدد ثقافاتنا. كما ندعو السلطة في دمشق قبول الحوار البناء بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية ومع عموم قوى سوريا الوطنية الديمقراطية للوصول إلى حل مستدام للأزمة السورية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها 2254 وإعادة توحيد سوريا كدولة مواطنة لا مركزية ديمقراطية لكل بناتها وأبنائها بكل مكوناتها. 2/6/2022 هيئة أعيان شمال وشرق سوريا.